فيعني ايه الطموح حلو وضروري تسعى له اكيد، وما بدنا نكسر من هاي القصة خصوصا لشاب لحضور هيك أبضاي مثل علي لقدام، ايه بس كمان ما بدنا نكذب بالتفاؤل كتير. علي، انت من الطلاب يلي فاتين على مذاكرة الرياضيات يجيبوا 10 من 10 ولا بتقبل بـ8؟ لا بقبل بـ10 من 10. 10 من 10 بس. كم 8 كان في هاي السنة؟ هلا هاي انا نحن كم 5 و8 و3؟ هلا انا لحد الان ولا علامه انه نقصت، غير علامه علامتين، علامه بالانجليزي اخذت 19 من 20 وكمان بالعربي اخذت كمان 19 من 20. انت مقتنع بهذا الكلام؟ ايه مقتنع. مقتنع ما انا مضطر اكذب علي. لا لو سمحت، وين لا لا تفكر انه علي كان كسلان مثلك. لا عمري ما شفته انا، هي العلامات عمري ما علي يا اخي رجل بده يعمل رائد فضاء، بدك اياه يجيب 6 و7. والله شو احلى ماده بالمدرسه؟ اكثر ماده ممتعه لك؟ ممتعه هي الرياضيات. اي برافو عليك. الشيء العلمي. الحفظ شلونك مع الحفظ؟ تاريخ مثلا، علوم، عربي؟ العلوم بحفظ، العربي بحفظ، الاجتماعيه. علي شو اسم ماما بالاس او اس؟ ماما زينب. ماما زينب، شو الحلم يلي بتشجعك عليه ماما زينب؟ هو اني ادرس اجتهد بدراستي واطلع رائد فضاء. كل قد ايه تعصب ماما زينب بيني وبينك؟ يعني لا يعني ما بتعصب الا ما نكون عم ننفصل. بتكون خابطين. شو اخر فصل عملتوه؟ ايوه هات لنشوف. كنت معصب كثير وقتها. من لطيف من شو؟ كنت زعلان من شغله عصبت. شكلها مشكله عاطفيه، شيء له علاقه بالحب كان. هيك حسني قلبي. ممكن هيك؟ ايه بالحب. انت اخر مره اعتذرت استاذ حسام؟ ممكن بكل يوم اعتذر اذا غلطت مع حدا غلطه هيك زغنوطه يعني. ما عندك مشكله بالاعتذار؟ ما عندي اي مشكله، خصوصا ببيتي وبعيلتي وبالتفاصيل الشخصيه تبعي. علي برايك الدراما والتلفزيون اليوم عم يقدموا مسلسلات حلوه ولا عادي؟ برايك الحقيقي عم يقدموا مسلسلات. شو اخر مسلسل حضرته وعجبك؟ خريف العشاء. والله ما شاء الله عليك. مع انه مسلسل صعب يا كثير للكبار. انا ما فهمته. ايه حلو كان خريف العشاء. شو رايك بخريف العشاء؟ ما فيني اقول رايي لاني ما شفته. شفت منه مشاهد بسيطه. قبل ما نروح على الاستوديو، قبل ما ننتقل على الاستوديو، قبل ما نبلش بالهدف الاساسي من اجتماعنا اليوم، بدي اياك تطلع بعيونه لعلي هيك، تعمل لي نظره وتشوف لنا الحاله العاطفيه، لانه انا قلبي ما اطمن لهالصبي. ما في شيء، ما في شيء، الحالة العاطفية ممتازة وهياجة. ايوه اوكي. وبأوجه. ايوه اوكي. والدليل انه عم تورطوا بسلوكيات بعض الشيء عنيفة كرمال الدفاع عنا. شو استاذ علي؟ كمل. إذا أردت القلب فاتبع رائحة القلب، لا ترد على حدا. لا ترد على حدا، خلي قلبك وعقلك هن اللي يقودوك بالدنيا. أنت مسموح الإنسان يحب؟ يعني بعد 21، بعد ما يخلص مدرسة. شفت العقل ما أحلى. لازم بس نخلص مدرسة، نخلص دراستنا. هلا لازم نحط عقلنا بدراستنا مو بالحب وهدول الأشياء. لازم نضل حاطين راسنا بدراستنا. احنا شو جاي نعمل اليوم علي؟